السلام عليكم. اليوم مع فيديو تعليمي للعبة أون مارس. اللعبة من تصميم فيتال لاسردا ومن إنتاج شركة إيجل جروفين جيمز. تلعب اللعبة من قبل شخص إلى 4 أشخاص فيما يقارب الساعتين. أحداث اللعبة إن في عام 2037 وصلت أول مركبة فضائية مجهزة للبدء في استعمار المريخ، ومن بعدها قامت الشركات الخاصة بالتنافس على إرسال رحلات أخرى استعدادا لبناء مستعمرات قادرة على إدامة نفسها. ويقوم كل لاعب بدور رائد الفضاء الأول في رحلة مجهزة ومطورة لبناء أكبر مستعمرة قادرة على إدامة سكانها، وللمساهمة في تغيير مناخ المريخ بشكل يضمن لك التميز على اللاعبين الباقين. راح نبلش بشرح لعبة اون مارس. طبعا اللعبة فيها البورد، اهم شيء في تو سكشنز بالبورد، اوربت سايد وبلانت سايد، يعني تكون بالفضاء وتكون على الكوكب. انزين، المكان هذا فيه 5 اكشنز والمكان هذا فيه 5 اكشنز. انت على حسب وين تبلش بداية اللعبة هذه الاكشنز الموجودة عندك. طبعا الحين لما سوينا سيت اب انت مبلش هني، فانت عندك الـ5 اكشنز هذه، احنا بلشنا هناك فعندنا الـ5 اكشنز هذه. نهايه الراوند السفينه هذه راح تتحرك، الشاتل راح تتحرك. على اي اساس راح تتحرك؟ على حسب الليفل مال الكولوني. احنا الحين الكولوني ليفل 1، الكولوني ليفل 1، فعلى اساس كذي حطيناها على رقم 1. معناته شنو؟ معناته كل دور، نهايه كل دور راح تتحرك مره، يعني كل دور راح يكون عندك فرصه تروح كذي وكذي. انزين، لما يصير ابجريد حق الليفل مال الكولوني راح تصير تحرك كل 2 راوندز 1، بعدين تروح هني تبلش هني، بعدين 1 ما تروح، فراح يطول اكثر على ما تنتقل. فلازم تحسب حساب متى تبي تروح الاوربت، متى تبي تروح البلانت، لان راح يطول. بعدين بنهايه لما توصل ليفل 5 اساسا خير شر ما راح تتحرك. اوكي، انزين، شنو الاكشنات اللي موجوده هني وشنو الاكشنات اللي موجوده هني؟ اول شيء البلاير بورد مالك، انت تبلش هني عندك 1 شلتر، عندك 4 ديفرنت شلترز راح تقدر تبنيهم. تبلش عندك 3 كولونيستس اللي هم الوركرز مالتك، وعندك 1 ريسورس اوف ايتش كايند، حلو، 1 كريستال. شنو تسوي بالريسورس هذه؟ تبني فيهم البيلدينجز. هذه طبعا البيلدينجز اللي موجوده اون ذا بورد، في واحد من ايتش بيسك بيلدينج، وفي 4 شلترز. يعني انا ابلش هني وبلاير يبلش هني، كل واحد يبلش المكان اللي هو فيه ويبلش فيه 1 بوت عليه. البوت شنو اهميته؟ البوت يحدد لك وين تقدر تبني. يعني انا البوت مالي موجود هني، اقدر ابني دار مدار البوت. انزين، فبس اقدر ابني هني. اتكلم عن البنيان بعدين لما نوصل هناك. خلينا نبلش من هني. اول اكشن بس انك تنتقل من مكان لمكان. خلينا نفترض انت موجود الاوربت والسفينه باقي لها 2 ولا 3 تنتقل، وانت مستعجل تبي تروح هناك ما تبي تنطر الشتل، انت تسوي الاكشن هذا راح تخسر دورك كله. بس شنو؟ انه راح تنقل تروح الصوب الثاني. اذا استغنت الاكشن يا ان البلاننج مالك كان مو زين، او انه مثلا لاست راوند اوف ذا جيم ما عندك اكشن هني تبي تسوي، تبي تسوي تنتقل تقدر تسويها. هذا بس من هني لهني، ما في اكشن هناك يجيبك هني. انزين، الاكشن الثاني اللي هو تاخذ ادفانس بيلدينجز. احنا الحين البيلدينجز موجودين بيسك بيلدينجز. اوكي، لما تبني البيلدينج راح يعطيك ريسورس. الحين مثلا خلينا نفترض ان انا خليت الماي بنيته، راح يعطيني 1 ووتر ريسورس. هذه بلو برينتس، يعني هذه ادفانسد بيلدينج راح تاخذها تحطها قدامك وتحط فوقها مبنى من المباني مالتك. معناتها الاكشن ما عندك اياه للحين. متى يصير عندك؟ لما تبني البيلدينج سويت له ادفانسد بيلدينج. طبعا هذا مينرال، شوف يحط لك شنو التايب اوف بيلدينج، هذا مينرال بيلدينج، هذا من هني من الماين. لما اسوي ابجريد حق الماين صار عندي الاكشن هذه، هذه اكزيكتيف اكشن. انت بدورك لازم تسوي 1 مين اكشن اللي هي واحده من هذيل، وان اكزيكتيف اكشن اللي هي الاكشنز اللي موجوده على الكروت مالتك، والاكشنز اللي موجوده هنا على البورد مالك. هذول كلهم اكزيكتيف اكشنز. حاليا بس عندك هذول الثلاثه. لما يصير عندك مور تشيل هذول الشيبس راح يصير عندك مور اكزيكتيف اكشنز. انزين، فانت تقدر لما فيرست اكشن تاخذ بلو برنت. انزين، شنو شلون تسوي الابجريد؟ ابجريد البيلدينج هناك اكشن ثاني. في اكشن انت الحين الاكشن بس تاخذ. انزين، شلون تسوي الاكشن؟ حاط لك هني صوره وركر برتقالي. معناته ايش راح تسوي؟ راح تاخذ ون اوف يور وركرز وتحطه هني عشان تسوي الاكشن.
اذا في وركر اوريدي ولا يلاحق وانا غير وركرز هني اوريدي في وركر هني لازم ادفع الكوست فور ذا ديفرنت كلر وركرز. يعني انا الحين اذا بي هني لازم ادفع وركر ثاني او اقط كريستال من عندي بالسبلاي عشان اقدر اسوي الاكشن. اذا انا اوريدي عندي وركر هني وبحط وركر ثاني عادي لازم ديفرنت كلر. بس اذا انا جيت هني يصير 2 انت 2 انزين حط مالك حط مالك هني انزين كريستال او وركر صح اكزاكتلي الحين انت تبي تهني المكان مفول اي تشيل شنو تشيل اكثر واحد اكثر واحد انزين احنا الحين كلنا متعادلين تشيلنا كلنا اوكي تدفع صفر تدفع صفر نايس اكزاكتلي حلو انزين عندك الحين هذه قلنا وبعدين في اكشنز فيهم بوست بوست شنو معناته البوست انا ابي اقدر اخذ اكثر من مبنى اول اكشن حطيته هني انا اول واحد جاي فماك وما راح ادفع اكسترا وركر ابي اخذ بلو برنت ثاني اسوي بوست واخذ البوست دائما وركر ثاني دائما لا مو دائما هذيله وركر ثاني هني في كريستال اوكي بس العاده وركر ثاني وعندي اتوقع انه ما في بوست سام اوف ذا اكزيكت بعض الاكزيكتيف اكشنز يكون كريستال مثلا يحدد لك انه كريستال بس بالغالب يكون وركر. انزين هذه قلنا البلو برنت هني تك تايلز تكنولوجي احنا الحين في تك تراك هني عندك حاليا ما عندنا الا الشلتر مالك ات ستارتس ليفل 2 معناته تقدر تبني احنا كل واحد عنده وان شلتر انا اقدر اخذ شلتر ثاني ابنيه لان عندي ليفل 2 لو كانت هذه هني ما هم انا اقدر ابني ليش لان اتس بلس 1 1 احنا هذا 1 بلس 1 2 يعني هذا ليفل 3 تقدر تبني 3 شلتر اوكي اتس بلس لا خل كومبلكس ان جنرال يعني كم شلتر تقدر تبني يو كان ستيل دو حتى لو اسمه حتى لو هذا الليفل بس يحددك الكومبلكس حجم الكومبلكس فهذه ما لها شغل وين بيلد ما عندك مشكله بس الحجم اي بس حجم الكومبلكس هذه التك حجم هذا سنجل ما يهم اذا سنجل ماين اذا كومبلكس تستعمل يعني الحين الكومبلكس سايز مالك لازم يكون تو اوف ذا سيم تايب صح يعني انا الحين هذا الشلتر اقدر ابني هني ما اقدر ابني طبعا البوت مالي انه بعيد بس خلينا نقول البوت مالي هني اقدر ابني هني بروحه which is fine الحين اقدر ابني هني لان انا تو عشان يو كان تو سبيسز اواي لا بس البوت مالك البيلدينج ريس صح بس هذا سيم فروم ذا سيم بيلدينج انت صح تو سبيسز اواي بس البوت فروم ذا سيم تايب اوف بيلدينج اوكي انزين فالتكتايلز هذه اي واحد منا عنده تكتايل كلنا نقدر نستخدمه بس اللي يفرق ان الشخص اللي عنده تكتايل لما انت تستخدمه راح ياخذ 1 اكسجين من السبلاي بعدين نهايه الدوره يحدد يبي ياخذ الاكسجين يحطه هنا عنده ولا فور فري يقدر يسوي ابجريد حق التكتايل اللي استخدمه اللي استخدمه اوكي انزين لما تاخذ تكتايل من هني هذيله ببلاش هني تدفع باتريز هني باتري اند وان اذر ريسورس اني ريسورس ولازم ينحطون هني بالبداية. التكتال يبلشون بالبداية. يبلشون بالبداية. طبعًا أي مكان تغطيه راح تأخذ البونص. زين ما يصير يوقفون فوق بعض عدل؟ لا ما يصير. فمعناته أنت يعني عندك تو ما يصير تأخذ. max someone something. بس خلاص. you can only maximize one of them. وما يقدر طوفها. يعني مثلاً I don't want to max this. ما تقدر. ما لازم. سو upgrade حق هذه بعدين سو upgrade حق الأخرى. بس تقدر تخطر. لا ما تقدر تخطر ما تقدر تخطر انا هذا سؤالي كان اقدر اخطر بس ما يحتاج خطر لان في اماكن فوق وتحت على قرب هو طوف في اماكن فوق وتحت في اماكن فوق وتحت اوكي انزين هذا التكتايلز طبعا شنو التكنولوجيز موجودين بس هذا مثلا تقدر تبني ادفانسد بيلدينجز ادفانسد بيلدينج اوكي هني الادفانسد بيلدينجز حق البلانتس اللي هو يخليك تبني كومبلكسز اللي هو البيلدينج تايب اللي هناك البيلدينج تايب اللي هم هذول زين هذا هني يعطيك مثلا بوست حق الروفر مالك لما يمشي موجودين راح نتكلم عنهم بالريفرنس بوك كل واحد يكون عنده وان اوف ايتش ريسورس تايب طبعا هم الحين حاليا ما كله واحده بس بعدين مثلا لما يصير ابجريد راح نسوي ريفل فاذا انت عندك مات الماي ما يصير تاخذ الماي الثاني اوكي ويو كان بوست طبعا تاخذ اكثر من شو اسمه الاكشن الثاني اللي هي تسوي ابجريد حق التك مالك تحط one orange or one marker هني you can boost it times two يعني تقدر تسوي مرتين the same tactile أو تقدر توزع اثنين بس لما سوي boost I'll do one مو اثنين لا times two سوي boost مرتين لا لا لما سوي boost it's one only لما تسوي boost one لما تسوي boost one okay هني تي تأخذ one of the resources تسوي لها boost تأخذ another resource you can boost it as many times as you want sorry بس أقطعك على هالموضوع هني لما قلت times two
ودي لحق نفس السؤال، اذا انا كنت هني انا يوز بلس 2 كان اقول بام بام لا ما تقدر اتس بلوكينج انا لا بس انت سنت بلوكينج في مكان فوق هو احنا ما قاعد نشوف فيه هي ماكن في مكان فوق هني فيها ماكن اوكي اوكي في مكان فوق حتى ما شفته فيها ماكن اوكي فبالغالب ما راح يصير بلوكينج البلوكينج انك تاخذ ريسورس وهني بالنص بلوك اوكي انزين فهني قلنا بس تاخذ ريسورس انزين فهني بالاوربت مينلي انت قاعد تسوي تاخذ ريسورسز قاعد تاخذ تكنولوجي قاعد تاخذ بلو برينتس يعني يور بريبيرينج يور سيلف اني على قبل لا تشرح هذه انزين ابي هذه انا هذه اللي ما فهمتها شنو وين الشات اب متى نطلع متى نروح انت بدورك كل واحد راح يسوي اكشن تمام وان اكشن وان اكشن وان اكشن عند الراوند اوكي خلص الراوند الاول ايش راح يصير شاتل فيس الشات الموجود هني راح يروح هني من اللي يتحرك احنا لان الشات جت من هني لهني انترن اوردر نقرر انت تقول اول شيء تبي تروح ولا لا تروح تنقي المكان اللي تبي تروح له طبعا ولا لا موجود هني انت ما تقدر تيني لازم تنقي مكان ثاني انت رحت يصير دور احمد قرر يبي يروح ولا لا بعدين يصير دوري انا تمام بس نكست نفس الشيء لما يصير شاتل فيس لما شاتل انتقل تمشي بالاجراءات هذه اخذ كل ال شو اسمه الوركرز مالته هذا كلهم يردون صح؟ اي اول شيء حاط لك هني بالدور تسويهم اول شيء اذا انت جاي من اوربت عفوا من الكوني للاوربت اول شيء راح تسوي برودكشن اي مكان عليه كولونست اذا كان ماين مثلا يور برودوسر ريسورس اوكي اذا كان عندك ادفانس بيلدينج ادفانس بيلدينجز it's gonna produce. Okay. Okay. You're gonna do production أول. بعدين تشيل الworkers اللي هني. أنت انتقلت من هني لهني راح تشيل الworkers اللي هني. Okay. بس أنا كنت هني مو المفروض بس أقدر أشتغل هني ولا. لا. أنت الحين انتقلت هني. الworkers اللي موجودين. خلينا نقول هذيل اللي حطيتهم هني. هذيل راح يردوا لك بالسبلاي. بلس الworkers اللي كانوا هني راح يردوا لك بالسبلاي. Okay. الworkers اللي حطيتهم هني راح يظلون. والله أوكي. فأهم من هذه فيها planning. ان انت متى ترد الوركرز متى تنتقل اوكي عرفت متى ترد فهذه اول شيء راح تسوي برودكشن بعدين تسوي هذا انزين العكس لما تنتقل من الاوربت لهني راح تنقي واحده من هذيل التايلز وتحطها 3 سبيسز اوي من الروفر مالك هذه لما تروح لها راح تاخذها او اي احد ثاني يروح لها او اي حد يروح لها ياخذها بعدين راح تسوي الاكشن اللي هي ترد الوركرز مالك اوكي نفس الشيء بعدين تنقي مكان تحط فيه اوكي انزين الحين شو الاكشنز اللي هني اول اكشن اللي هو بيلدينج اوكي تبني وان اوف ذيس بيلدينجز شلون تبني تبي تبني هذا تدفع ما ابي ابني هذا بس واحد من هذول شلون كاخ الكوست ماله تحت عشان تبني ماين الكوست ماله وركر اوكي شو تسوي تحط الوركر عليه عليه اوكي اوكي انزل لما تي يعني اخذ التايل هذه تاخذ التايل اللي فوق هني هو حط وركر عليه اوكي خلينا نفترض الحين انا ببني التايل هذا الماين حطني هنا الماين انزل صح اسوي راح احدد وين ببني طبعا بالنسبه للروفر مالك بالنسبه للروفر مالك انا الحين الروفر مالي او مو الروفر هذا بوت البوت عفوا البوت هو اللي يبني الروفر الاكسبلورر اوكي الروفر اللي يبني ريسورس البوت بس يبني اوكي احط مكان دار مدار البوت مالي خلينا نقول انا ببني هذا هني اول شيء احطه كذي اطالع في كريستلز ما في كريستلز بس اقلبه اتسون سنجل تايل فما له داعي يكون احد عنده تكنولوجي اذا في احد عنده تكنولوجي لازم اذا كان كومبلكس لازم اطالع في احد عنده تكنولوجي بس حق الكومبلكس حق الكومبلكسز اوكي انزين بنيت البيلدينج لما تبني البيلدينج تاخذ الريسورس فالحين انا بنيت ماين راح اخذ 1 ماين اور هذا احطه عندي مينرال توكن قاعد اقول عن الكريستال شنو لازم تشوف حوالينك اذا كان في كريستال هذا شوف لان هذا الشكل اذا تحطها راح تزرع اتس جونا برودوس برودوس كريستال بس اونلي ان انوكيبايد انوكيبايد بس هل يعني راح احط وحده هنا لا هني 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 هذا يعتبر اوكيبايد هذا يعتبر اوكيبايد زين وبعدين تحط الماينر الماينر على فوق اوكي بس خلص شحن اوكي انزين هذا لما نخلص هذا الماي كل مبنى حاط لك شنو الكوست ماله yes. عشان تبني ماي تحتاج وركر عشان تبني باتري تحتاج ماي كل واحد حق اللي قبل بالترتيب كل واحد الريسورس اللي تحتاجه الريسورس اللي قبل اوكي انزين هذا اذا تبني سنجل بيلدينج yes. اذا تبني كومبلكس لازم عندك التكنولوجي أول. لازم اول شيء طالع اذا حد عنده التكنولوجي والليفل مالها yes. ثاني شيء خلينا نفترض ان البوت مالي هني ثاني شيء بنيته هني راح اخذ اول شيء 2 مينرلز
لان لينك لان لينك بس نفترض ان احد عنده تكنولوجي مال لازم احد يكون عنده تكنولوجي ليفل ات ليست 1 لان هي بلس 1 yes. هل هو موجود الحين التكنولوجي شيء موجود خلينا نجرب وين تحط التكنولوجي مالك ليفل 1 بلس 1 اوكي حلو اوكي لكن الحين لو كان مثلا احمد يبي يبني واحد ثالث ما يصير لان سوني بلس اذا كان هني يقدر اوكي اوكي فهمت انزل الكومبلكس ليفل 2 راح تاخذ 2 مليون كومبلكس ليفل 3 راح تاخذ 3 مليون انزل اول ما تبني كومبلكس اول ما تبني كومبلكس اي انزل اذا اول مره تبني كومبلكس راح تاخذ وان اوف يور كيوبس انا بنيت ماين راح اخذ او ما يفرق ما تاخذ اي شيء اوكي لان هم كلهم نفس الشيء بالاخير راح تحطه هني اول مره ابني كومبلكس اوف ذات تايب يس بنيت كومبلكس ماين ثاني كومبلكس ما يفرق انا ما ادري قال اكسباند اون كومبلكس انزين او تسوي اكسباند اون كومبلكس فاذا هو سوى ال2 بعدين انا سويت ال3 انا احط اوكي انا سويت اكسباند طبعا وهذه اوكي انزين حطيت هني بعدين نطالع الماين مو موجود هني الماين اتس نوت ا فاليبل ريسورس يعني فور لايف يعني الباتريز او الجنريشن هذا والواتر والبلانتس والاكسجين اول مره تبنيهم حتى لو سنجل حتى لو سنجل راح يصعد لان هذا عدد المباني اللي موجوده على البلانت ما يفرق اذا كان كومبلكس هذا اول واحد يبني راح ياخذ فيكتوري بوينتس يس بعدين الطالع اذا كان هذا بيلو الليفل مال الكولني راح تاخذ البونس اللي فوق راح تاخذ البونس اللي هني انزل انت الحين وني ابجريد هذا راح تاخذ فيكتوري بوينتس فور ايتش شاتل يو هاف فانت مثلا تبي قبل ما تبني هالبلانت حاول انك تاخذ شاتل عشان تستفيد من البونس يس 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 الواتر يبي على عدد التكتايلز مناطق هذا محسوبه انت هاي تعتبر تكتايل انزين نقراهم بعدين بس بيسكلي هذا الادفانس بيلدينجز تبي تصير حط ادفانس بيلدينجز قبل ما تسوي ابجريد انزين وبعدين هذول بيسك يا تحرك الموفمنت الروبوت مالك البوت او تاخذ تشيل تريد ون اوف يور وركرز من اي مكان على البورد جين كريستال او جين كريستال او جين مينرال اوكي شو هذا حق شنو مره ثانيه هذا البونص البونص اذا بنيت مبنى which is below the current level of the colony. إذا أكثر من level colony ما أخذ هذا. ما تأخذ لا هذا ولا هذا. ما تأخذ. أوكي أوكي. عشان وهذا عشان يصعد level لازم. لازم كلهم يكونون هني. معناته صار level up حق الكولوني نهاية الترن. نهاية that player's turn. أوكي. راح يصير level up. بعدين راح نسوي هني إذا كان في scoring راح نسوي scoring حيالين. طالع كل واحد كم كيو عنده. أوكي. فإذا أول ما قبل هذا ما تأخذ عليها points. لا نهاية لما يصير upgrade حق الكولوني. انزين هذا اذا كان بيلدينج ا كومبلكس اذا كان سنجل بيلدينج لازم يكون 1 سبيس اواي فروم ان اكزيستينج بيلدينج يعني ما يصير ابني الماين هنا ما يصير ما يصير لازم يكون 2 سبيسز اواي يعني اقدر ابني هنا ما في مشكله ما في مشكله انا اكزاكتلي 2 سبيسز اواي اوكي ما يصير ابني هنا ترى انت قاعد تخرب اللعب يعني وايد صعب راح يصير في كومبلكس اوكي سو ذس از بيلدينجز الحين الزحمه هذه كلها احنا بهالمربع الصغير من مقص ايه هذه بيلدينج ا بيلدينج هني ادفانس بيلدينج هني تبني المباني هذه خلينا نقول انا كان عندي هذا المبنى كنت ماخذه الادفانس بيلدينج البلو برنت ماخذه الحين ببني بلو برنت لما تاخذ ليفل 1 بلو برنت هني حاط لك شوف هذا ليفل 1 هذيلي ليفل 3 لازم الكومبلكس يكون ليفل 3 والله اي عشان تقدر عشان تسوي له ابجريد اوكي انزين انا الحين عندي هذا الماين اي وانت تو بيلد ان ادفانسد ماين الوركر مالي هني اول شيء لما تاخذ الكرت هذا تاخذه انسنت هذا انسنت هذا اي صح كل الكروت هذه اول ما تاخذها ايميديتلي ايميديتلي وان تايم وان تايم اوكي بعدين طبعا نهايه الجيم اذا ما بنيته راح تاخذ نيجاتيف بوينتس اوكي اذا بنيته راح تاخذ 3 بوينتس اوكي لما تحط المبنى عليه تبني بس تدفع الكوست والمينرال اغلبهم من مينرال كوست مال كلهم من مينرال كوست والمينرال والماين لازم موجود لا هذا هو اوريدي انه حاط لك ليفل 1 فهو اوريدي 1 بيلدينج اوكي اوكي بنيت خلاص بعدين تتصار شو اسمه فصار عندي الاكس صار عندك الاكسكشن اكزاكتلي وشنو الكوست ماله اما تو كريستلز او الساينتست الساينتست هذول نتكلم عنهم بعد اوكي تمام اوكي وشنو يعطيني هذا يخليك تسوي نفس الاكشن هذه شوف بس اقدر اسوي له بوست تسوي له بوست اكزاكتلي فانت بدور واحد تقدر تسوي بوست تسوي ابجريد حق 3 ديفرنت ادفانس باكس فهذا يعني افشنسي اوكي هذه قلنا الادفانس بيلدينج هني تاخذ ساينتست اند اور كونتراكت هني كل واحد حده يروح مره واحده لحد ما ترد الورك اللي حطيته
انا رحت هني خلاص ما اقدر اروح مره ثانيه الا عقب ما اشيل الورقه مالي. هذا المكان غير هذا اللي كنت قبل بس زين جيت هني شنو راح اسوي؟ اطالع وين اوف ذي ساينتست تدفع الكوست. الكوست مال هالساينتست 2 اوكسجين هذا 2 بلانتس يس اوكي تاخذ الساينتست يصير عندك. شنو ميزه الساينتست؟ اول شيء اتس وورث 3 فيكتوري بوينتس يس زين. ثاني شيء نهايه اللعبه سوري اتس وورث 3 فيكتوري بوينتس على كل ادفانس بيلدينج نو نوت بيلدينج ذس اوف ذس ايت شيلتر الهابيتات او فور ايت شيلتر يس اوف اول بلايرز على كل لاعبين. انت شنو كل اللاعبين تحسب الشيلترز 3 فيكتوري بوينتس واو هذا 3 بوينتس فور اول اوكسجين بيلدينجز مراتك انت ومرات كل اللاعبين. هاي هاي علامه الايد اتوقع ان اوف اول بلايرز دقيقه هذه معناها شلتر. ان الشيلتر لازم يكون ادفانسد لا لا هذا بلتي اوكي اوكي بعدين عندك الساينتست هذا هذا راح يكون عندك شو تسوي فيه يو كان يوز ات تو تيك الاكشنز اللي هني بالادفانسد بيلدينجز فور فري. خلينا نقول انت ما عندك اياه ابو ليلى عند الادفانسد اكشن تحتاج هذا تقدر انت تسوي الادفانسد اكشن مالته بس هو يقدر يستفيد هم هو يقدر يسويها ببلاش. لحظه انا عندي ساينتست انا الحين عندك انت هو عنده الادفانسد اكشن هذه انا عندي الادفانس اكشن هذه اوكي حلو بس هو عنده هو عنده الجيولوجيست اوكي هو عنده الجيولوجيست يبي يسوي الاكشن مالتي يقدر يحط الاكشن الجيولوجيست ماله عليه ان هي كان تيك ذس ادفانس اكشن فور فري لانه عنده هذا اذا هو حاطها عليه اي كان اولسو تيك ذس اكشن فور فري لان اتس ماي بيلدينج وذ ساينتست قاعد يشتغل عندي فخلاص اي كان كيپ تيكينج ذس ادفانس اكشن لحد ما هو يشيله يوديه مكان ثاني. طبعا يمكن وين تيك وين وين اكزيكتيف اكشن بونس اكشن فهذيلا الساينتست بعد ما تاخذ الساينتست الحين صار مكانه فاضي ايش راح تسوي؟ راح تاخذ هذيلا الكونتراكتس تنقي واحد منهم انت كيفك تنقي واحد منهم وتحطه هنا اوكي صار الكوست مال ال وان كريستال عشان تاخذ الكونتراكت. شنو الكونتراكتس؟ في تو ديفرنت كاينز اوف كونتراكتس هذا ليفل 4 شيلتر هذا ليفل 4 ووتر كومبلكس ان في 4 بيلدينجز اوكي فانت تقدر تاخذ الكونتراكت اذا شفت انه والله الكومبلكس بيوصل ليفل 4 فتشتري اوكي اوكي وفي كونتراكتس فيها ريسورسز تقدر تاخذ هذا تخليه عندك كل مره تاخذ مينرال تقدر تقرر تبي تحطه هنا ولا تبي تحطه هنا. خلينا نقول انت اوريدي واصل الليمت مالك هنا ويور جيتينج مينرالز قطع على هذا نهاية الجيم إذا عندك أربع مينرالز تأخذ لا مو نهاية الجيم على طول لما تأخذ فور مينرالز تحطه عليه تسلم الكونتراكت وتأخذ نايم بيكتري بوينتس أوكي ما سويته you're gonna get negative points so you wanna finish it before the end of the game exactly فهذيلا resource contracts لازم تحط resources عليها وهذيلا complex contracts هذول ما تحصل إلا لما تشتري scientist لا مو انت شرط اي احد يشتري ساينتست خلاص راح نحط واحد كونتراكت اي حط اوكي انت ما تقدر تحط الكونتراكت مكان ساينتست اللي يشتري ساينتست يس هو راح يحط كونتراكت بس اختار اي كونتراكت تبي انت تنقي الكونتراكت فانت تبي تنقي كونتراكت صعب ما حد ياخذه الا انت الا انت هم من يمكن حد ياخذه بس هيز جونا جيت نيجاتيف بوينتس اذا ما سواه بس شيء لعانه بعده هذيلا الساينتست والكونتراكت بعدين عندك هني اللي هو الموفمنتس مال البوتس والروبرز لما تيجي هني تسوي الاكشن عندك تو موفمنتس حق البوت تو موفمنتس حق الروبوت يو كان بوست ات باي كريستلز يو كان اولسو بوست ات باي التكنولوجي اللي هي مالت البوتس يس خلينا نقول انا عندي البوت تكنولوجي ليفل 3 هذا يعطيني تو موفمنت بلس 3 بلس 3 اي كان موف هيم 5 تايمز فور ذا رو فور ذا رو بوست ات باي كريستل 6 7 على حسب الكريستلز نعم اوكي الروفر يبلش بالماين اللي بالنص يبلش ويمشي 1 2 3 عادي انت يو كان باس ثرو بيسز بس يو كانت اند كل تايل حده 1 وودن بيس يا اوكي اوكي يو كان باس ثرو ذا شيز ريستارت لا يضل المكان اللي وصل له انزين شو يسوي هذا هذا هي كولكتس كريستلز لما يكون في كريستلز اون ذا بورد اوكي خلينا نقول انا عندي 5 موفمنت اقدر اسوي 1 2 3 4 هذول راح اخذهم يجون عندي التايلز هذيلي وهذيلي you have to end your turn عشان تأخذها you can't pass through it okay شو يسوون التايلز هذيل مكتوبين في الرفرنس okay بس basically التايلز هذيلي يعطونك two free upgrades حق التكنولوجي بس طبعا أنا إذا خذيت B ما يصير أخذ اللي يمنه لازم أخذ مثلا من جهة ثانية okay تمام هذا فائدة الروفر he collects resources crystals والresearch tiles والتايلز هذي
اللي هما ريسيرش تاز. اوكي هذا البوت. البوت تحركه عشان بس توسع الدائره عشان تقدر تنقي او تنفض تسكلين او اي او تقدر تكسر مثلا انت في كريستال هني ما تبي احد ياخذها تقدر تروح يمكن ديستروي هاي ماي دازنت كولكت لا هذا هي ديسترويز هذيل وهي ديسترويز هذيل بعد اللي هما التاز هذي. اوكي انا ما فهمت التايز هذول شنو علاقتهم بهني؟ هذا ينحطون انت when you move from orbit إيه؟ انت خلينا نقول انت الحين بولاي هي موف من هنا لهنا ايش راح يسوي؟ راح ياخذ التاي هذه راح يحطها مكان على البورد. صح قلت انت جميل. وين يحطها؟ يحطها 3 spaces away from his bot. البوت ماله هني 1 2 3 يحطها هني. طبعا بدايه اللعبه هذا يعتبر هني هذا يعتبر هني فبدايه اللعبه اذا حد راح ايش راح يسوي؟ 1 2 3 يحطها كذي اي احد يقدر ياخذها ولما تاخذها تسوي الاكشن مالتها يعني هذه gain one scientist اوكي خليها عندك هذه لان في ساعات عند جيمز كوم احنا اخذنا انزل هذه في موفينج بوتس روفرز هني تاخذ الشيب مالك تاخذ شيب من هني وتحطه بالديبوت مالك شلون تاخذ الكوست مالها 1 بلانت اند 1 ووتر تدفع 1 بلانت 1 ووتر تاخذ اني ون اوف ذيس شيب على اساس تنقي شيب على البونس اكشن تبي الاكزكتيف اكشن تبي اي تبي انت اكزيكتيف اكشن هذه يو باي 3 كريستلز تاخذ مينرال تشيل هذه تحطها هنا خلاص صار عندك دورك الاكزيكتيف اكشن هذه لما تجيب الشيب مالك ايش راح تجيب معاها انت تنقي يا ات برينجز 2 كولونيستس او ات برينجز 1 كولونيست ان ا بوت راح تاخذهم وتحطهم اون ذا بورد هذول ينحطون بالسبلاي طبعا ما تقدر تاخذ كولونيست اذا ما عندك مكان حقهم هذه شغله ثانيه ليش تبني شلترز عشان يصير في مكان yes. كل شلتر يزيد مكان حق 2 كولونيست هذا تاخذهم من السبلاي هني ها؟ يس من السبلاي اوكي كل واحد عنده 9 من السبلاي وين يروحون؟ يروحون هني بالستورج بالستورج فانت حدك ماكسيمم 4 تبي زياده لازم تبني شلتر اوكي فلما تبني شلتر يزيد الكباسيتي حق البوبيليشن يس اوكي فهذه الشيب اكشن بس هذه الفايف اكشنز انزين شنو يصير لما يصير ليفل اب او شلون يصير ليفل اب حق الكوني او اكشلي شلون تخلص الجيم؟ الجيم تخلص لما هذا التيرن تراك يصير في 1 2 3 تخلص الجيم اوكي شلون يعني يتحرك يتحرك عندنا احنا 3 ميشنز اوكي ذا فيرست ميشن اللي هم الريسيرش تايز هذا احنا الحين 4 بلاير جيم فلازم 7 من هذيل هم الحين كم 8 7 منهم 7 منهم يكونون اوف ذا بورد لما 7 كل ما نشيل واحد منهم راح نسوي كذي تو كيب تراك اوف هاو ماني مشيلين على البورد طبعا كل مره تسوي واحده من هذيل راح تاخذ بونص اللي هو 2 كريستال كل ما تاخذ من ذيز ريسيرش تايلز راح تاخذ 2 كريستلز يس yes. لما يوصل هني الاوبجكتيف مت راح نسوي كذي انه وي مت فينيش وان اوبجكتيف الاوبجكتيف الثاني اللي هو ساينتستس لما 5 ساينتستس ار اوف ذا بورد راح ناخذ طبعا هم البونس 2 كريستلز هني بلو برينتس 13 بلو برينتس كل مره واحد منا يشتري ياخذ بلو برينت راح ننزل هذا هني وراح ياخذ 1 كريستل فهذيل الجوز ليش حاطين هذيل هني عشان تتذكر الاي كل ما واحد yes. يسوي الاكشن هذه طبعا هني ايه اللي هو شنو اللي هو موفينج ذا روفر فانت اذا حركت الروفر جيت هني وير جونا كيب تراك اوف النزله وهني هذا بس عشان يوريك شنو الاكشن اللي جونا موف ذس هني ساينتست ذس از ذا اكشن ذاتس جونا موف ذس ميشن اوكي اللي هو بي حاطين شوف هني بي هني اي اللي هو الريسيرش ستارز اللي هو تاخذهم بالموفينج ذا بوت وهني البلو برينتس اللي هي سي وين حاطين سي هني كاي هذا هني تيك بلو برينت Yes. فعشان ما ننسى بس هذا جست ريمايندر انزين هو هذا ثابت بكل لعبه لا كل لعبه يتغير كل لعبه يتغير اوكي طبعا وفي طريقه ثانيه هذا يتحرك حتى لو ما سوينا ولا واحده من الميشنز صعدنا هني ما راح يصير شيء صعدنا ليفل 3 هذه اوتوماتيكلي راح تحرك واحد حاطينه اوكي صعدنا ليفل 4 اوتوماتيكلي راح تحرك مره ثانيه صعدنا ليفل 5 خلاص ذا جيمز جونا لا وايد صعب اني ابجريد هذول صعب وايد صعب هذول ما يصعدون الا لان هذه ما تصعد الا كل البيلدينج صعد اي بس عندك تكفى يعني اربع بلانات من البطاريه مع السلامه وهذا على كلنا اربع بطاريه لازم كل البيلدينج كلهم اي اربع بطاريه اربع ماي اربع هذا اربع اوكي ابني اربع سهله حجي شوف هاي النقطه اوكي حلو اذا خلصت اللعبه قبل ساعتين صد انزين عجبني بعدين راح نسوي فاينل سكورينج طبعا ما راح اقول لكم شنو الستبس مال فاينل سكورينج بس وايد مهم الشلتر مالك شوف شيل الشلتر
اذا انا عبيت تاخذ بالضبط كل ما تصعد تعبي مور سيتيزنز او كونس على الشلتر راح تاخذ نقاط اكثر. اوكي اوكي تمام. بس ما قلنا بالنسبه للروكتس اللي هي البنفيتس. انزين الروكت مالك شنو فائدته غير انه قاعد يجيب لك كونس؟ تقدر تطير فيه. تقدر تطير فيه بالضبط. خلينا نقول انت هني مثلا شوف راوند هذا راح يبلش على 3 فتيكس 3 تيرنز قبل ما يطير. انت مستعجل تبي تطير الحين ما عندك ريسورس تقدر تستخدم ون اوف يور شيبس طير عشان تطير وتروح صفر بعدين تنزل من هناك. كم شيب حدك هني؟ كم على حسب الليفل مال الكوني. احنا الحين كوني ليفل 1 حدنا ون شيب حدنا ون شيب صار كوني ليفل 2 بعد يبطل لنا شو اسمه. السؤال هني انت ملتزم بهذا ولا على البات ممكن من هني تتحرك حتى لو كان بصوب ثاني الشتر؟ شلون الشتل بيتحرك من إيه؟ هذا تستخدم عادي يمكن حتى من يعني مو شرط تمشي باتجاه الشتل. ما له شغل الشتل إيه؟ انت هالصوب استخدمت شيب تروح صوب ثاني. زين نفس الموضوع يصير ريست حق الوركرز يرجعون لك الى اخر لما تاخذ الشتل. لا اوكي لما تسوي هذه الاكشن قاعد تخطر الخطوات هذه. اوكي فما تسوي الشتل. بس اذا انا بهالجهه ريت مو اقدر انزل على طول بالاكشن ذاك وين هذا؟ اي بلا بس هذا يور سكيبنج يور تيرن ما قاعد تسوي الاكشن. بس حتى لما ارجع بالشتل هم لا بس انت دورك تقدر تسوي اكزيكتيف اكشن. بس الاكزيكتيف اكشن اللي راح يفرق. يس هذا متعمد انه يكون ناقص ولا المفروض يكون في واحد؟ انا اخذ واحده. لا سوري 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 هذه مو اكشن. هذه بالشتل فيز انت تقرر تبي تستخدم سفينه ولا لا. اوكي يعني انت تكون مسوي دورك. اوكي هني انت راح تطوف دورك. اوكي هني خلينا نقول انا لعبت دوري خلصت صار الشتل فيز. يس سفينه هني صار شاتل فيس. انا عندي سفينه يا جماعه من يبي يروح اللي عنده شاتل يبي يروح. اوكي انا بروح فهذا بالشاتل فيس تستخدمه. اوكي في يور نوت سكيبينج يور تيرن هني. لا يور سكيبينج يور تيرن. فبيسكلي هذه اللعبه. زين خلني على 6 ما عليك انا على الاصفر على 6 الاصفر 6 ايوه وقفنا كلنا وقفنا. اوكي انا اخذ بلو برنت هني. انا شنو اخذ؟ انت عندك تو موفمنتس. تو موفمنتس حق الروبر. ها تقدر تحرك الروبر بس هذا تسويها بدورك الحين. الحين يسويها يسوي الموفمنت الحين. يس هذا بونس ستارتنج بونس. لا روفر روفر. روفر هذا بوت. لا بوت بوت سوري بوت. انت تقدر تحرك مالك. شنو علامة الكرسي اللي تحته؟ هي جن بوست. احنا قلنا البوت ما يقدر طبعا بداية اللعبة لا يكسر. لا يكسر. اوكي زين خلينا نروح انت ابو ليلى البونس مالك هذا خلصنا من الشر؟ اي خلصنا.